بالنسبة لجولة المحافظات، معنا مجموعة من الأحداث المهمة اللي حصلت في المحافظات امبارح، واللي منها انطلاق فعاليات مهرجان التغيرات المناخية بمشاركة 835 شاب وفتاة من الإسكندرية، بالإضافة إلى تحصين 372 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع في المنوفية، وأخبار تانية كتير من كفر الشيخ والإسماعيلية وأسوان. أخبار كتيرة حصلت امبارح في المحافظات، البداية من الإسكندرية اللي استضافت فعاليات مهرجان التغيرات المناخية شباب من أجل الأخضر للتوعية ونشر الوعي البيئي وقضايا المناخ بين أوساط الشباب. شارك في الفعاليات 835 شاب وفتاة وسط إجراءات احترازية لجائحة كورونا. في كفر الشيخ، أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بدء تلقي طلبات الرفع المساحي من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن، وده استكمالاً لجهود ميكنة وتطوير الخدمات الحكومية. في الإسماعيلية، شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وإسبن بالسن رئيس غرفة الملاحة الدولية ICS توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين هيئة قناة السويس وغرفة الملاحة الدولية. في المنوفية، أعلن الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية أنه تم تحصين 372 ألف رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام بنسبة 103.6%، وده منذ بداية انطلاق الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع ولحد دلوقتي. في أسوان، انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي تحت عنوان صعيد مصر في قلب الحدث، وده في نسخته السادسة. المؤتمر بيعتبر منصة ومعرض لمشاريع الطلاب المشاركة في عدة مسابقات، وبيشارك في المؤتمر أكثر من 300 متسابق من 11 جامعة.